यस्तो भ्रमण गर्ने वालाहरूलाई हामीले प्रश्न गर्ने हो कि तपाईँले थाहा छ कि यो किताबहरूको पाठहरू के हुन्? यदि त्यसले उत्तर दिए भने ठिकै छ, नत्र भने त्योभन्दा राम्रो मुस्लिम यानि आम नागरिक हो, मुस्लिम आम नागरिक त्योभन्दा राम्रो على ماذا تحتوي هذه الدروس؟ لكتابة بطره كان بشكل طريقة السلف مع القرآن وحفظ القرآن والعمل به سلف يعني طريقة عمرو طريقة كل ده ورنا عبد طريقة كيف هو؟ قرآن كبار ما قرآن قرني قرآن قرني قرني قرآن ما كتب قرآن بار ما كيف؟ وبيان التوحيد وما ضد التوحيد وهو الشرك त्यसै गरी यसको विषय हो कि तौहिदको बारेमा बयान गर्ने र त्यो तौहिद विरुद्ध जे धर्म शिव धर्म छ त्यो शिव धर्मलाई प्रश्न गर्ने वस्सला त्यसै गरी नमाजको बारेमा बोल्ने हो अल वुदु वत्तहारा वुदुको बारेमा पनि बोल्ने हो वा अल आदाब वल अखलाक अल इस्लामिया र व्यवहार र प्रति पनि यस किताबमा छलफल गरिएको छ وتجهيز الميت والتكفين والصلاة عليه. نعم. هذا محتوى هذا المتن المبارك. نعم. القسم الأول طريقة السلف مع القرآن. هل السلف الصالح ترك وحفظ القرآن؟ أو حفظ القرآن بلا تدبر ولا عمل؟ وقرآن قرآن تبارك الله في نادي قرآن بجنة؟ لا لا هذا ولا هذا. إذا انقسم الناس تجاه القرآن إلى ثلاثة أقسام إلى طرفين ووسط. مانيس هرومان دي مانيس هرومان قرآن برتي دين قسم كا يعني تمام تفسير سلمان. قسم يهجر القرآن. أقول قسم دخل القرآن ببليش وليس. لا يقرأ. قرآن پڑھنے پڑھتے ہیں تلاوت کرتے ہیں ولا يعرف معنى الآيات قرآن کو آیات اور کو معنی پڑھنے پڑھتے ہیں ولا يعمل عمل نہیں کرتے ہیں ولا يتجاوب القرآن رقیہ قرآن نے اس لحاظ کو چار نہیں کرتے ہیں وقسم يقرا فقط باللسان دون ان يفقه شيئا اور دوسرے کسی مود اس کے قرآن کا پڑھتے تو اپنا منہ میں مات پڑھتے ہیں جو کہ معنی پڑھتے ہیں نعم الذي يريد ان يكون على طريقه السلف لابد ان يحفظ حفظ يوم جو تعمل سكي هو بيتك اول ما اقول كو طريقة ما اقول عبد الجيو اللي يعمل كروس وما تتربي سكي اس لي دين ديني قرآن يقول عشر آيات خمس آيات في كل يوم دين كتب لي خمس آيات او خمس آيات اس لي يقول تقرأها اولا على انسان متقن للقراءة حتى يصحح لك القراءة سبحانه وتعالى كيف يقول انتم بيلي هنا قرآن كو آيات كاري ما تقول لهم تحفظها كسبة يقدر تنظر في تفسير هذه الآيات في تفسير مختصر لا تنظر المطولات في التفسير تنظر تفسير مختصر تفسير هذه الآيات كسبة في آيات كنت وتستعين بالله على العمل الله وبهذا تتعلم وتحفظ وتعمل نعم هذه طريقة السلف. يي عمرو بيتك أول ما عمرو بيتك أول كارتو قرآن قرآن يي طريقة. لأن الانتساب إلى السلف هذه ليست كلمة تقال باللسان، لابد يصدقها العمل، لابد إنسان يعمل بهذا، يعمل على ما كان عليه السلف. كي أنا سلف وقدر ما أعمل مثل قرني يو مو بره مثلا ودينا بره جس قوس بابو يعني عمل ليه بابو دينا ضروري. نعم. إذا لابد من الحفظ اليومي تصحيح القراءة وخاصة سورة الفاتحة. إذا أخطأت في سورة الفاتحة قد تكون الصلاة باطلة. خاصة من يقرأ الذين يقرأها الذين. الذين نعم فمهم جدا ان نصحح قراءة الفاتحة حتى لا تبطل الصلاة. كذلك قصار السور يعني من الزلزلة إلى الناس. والله أعلم. الله سبحانه وتعالى.